مهندس احمد مصطفى، عندك الم في صدرك وسكاكين، غالبا ده هيكون ضيق في شرايين القلب بالذات لو بيجي لك مع المجهود. عايز تروح تكشف عند دكتور قلب روح، بس غالبا هياخد منك 50-60 ألف جنيه مينيموم عشان يعمل لك قسطره ودعامه. عاوزني انا اللي اتابعك؟ ما عنديش مانع، قول لي موافق وانا هكتب لك ايه طلباتي ونبدا فورا، واتابعك وانا في بريطانيا من غير قسطره ولا دعامه ولا عمليه يا باشمهندس. ولو بتدخن ولا حاجه وقف التدخين فورا، وان شاء الله لما تبعك الالم هيختفي ونعالجك بالادويه ونعمل لك كورس علاجي كامل كانك جيت بريطانيا بالظبط. اكتب لي الشكوى بالتفصيل واكتب لي طبيعه عملك ايه، وانا هكتب لك ايه الاشعه المطلوبه والمبلغ المطلوب لو انت موافق. اوكي، مهندس كمبيوتر والم في التنفس، ان شاء الله باذن الله سهل انك تتعالج. هكتب لك دلوقتي الاشعه المطلوبه والمبلغ المطلوب يا باشمهندس محمد يا باشمهندس احمد، ونبدا العلاج. انا حاليا مش في مصر، مقيم في سلطنه عمان. ما انا عرفت من الرقم 968 اتابع مع حضرتك، يمكن يكون في تخفيض للمبلغ اخفضه. والله ممكن اشيل له حاجه 5000، ما عنديش مانع، دي اقصى حاجه اقدر عليها، لان الحاله هتاخد مني وقت ومجهود برضه يا باشمهندس، ربنا يحفظك. بس الموجات الصوتيه ورسم القلب تعملهم فين؟ انت في مصر ولا في سلطنه عمان؟ ما اعرفش، في سلطنه عمان سهل تعمل موجات صوتيه لانها بتبقى غاليه قوي، فلو لقيتها غاليه جدا يعني معديه ال 10000 جنيه مثلا يبقى حرام، او 5000 جنيه حتى حرام. فممكن ساعتها تعمل تخطيط للقلب وانا هعرف اوصل للتشخيص، وانا اللي هتابع الحاله واكتب لك العلاج. بس تمام، لو حضرتك تحب نبدا العلاج قول لي موافق، وتبعت لي رسم القلب تخطيط للقلب بس، وده بسيط ورخيص، ولو قدرت تعمل الايكو كمان يبقى كويس طبعا، فاي مستشفى حكومي مش لازم حاجه خاصه يعني. والمبلغ المالي اكتب لك تبعته لي زي من سلطنه عمان، ونبدا العلاج فورا. على راسي من فوق، اخوك رامي اسماعيل. تمام، قول لي تمام عشان اكتب لك ونبدا. خلاص كتبت لك تبعتهم لي ازاي وكده، تمام اتفقنا، ونبدا علاجك يا باشمهندس. اكتب لي اسمك بالكامل، هسجل الحاله عندي، واول ما حضرتك تبعت لي المبلغ نبدا فورا من بكره لو حبيت مع رسم الله. خلاص تمام يا احمد، في خلال 3 4 ايام، وانا كاتبه لك الحساب بالدولار، انت شوف هم تقريبا قد ايه بالدولار وحولهم بس كده خلاص، وبعدها ابعت لي رساله ونبدا ان شاء الله. خير ان شاء الله، ممتاز. لا خلينا نبدا العلاج في اسرع وقت ممكن، انتظر فقط ارسال مبلغ المتابعه ونبدا يعني.